كتب متظاهرون بالطلاء الأحمر عبارة دولة قتل النساء على جدار القصر الرئاسي في المكسيك قبل أن يقوموا بمسيرة تحت الأمطار الغزيرة إلى مكاتب صحيفة لابرينسا للاحتجاج على نشرها في الآونة الأخيرة صورة بشعة لضحية جريمة قتل. المزيد في سياق التقرير التالي. دولة قتل النساء عبارة بالطلاء الأحمر كتبها متظاهرون على جدار القصر الرئاسي في المكسيك قبل أن يقوموا بمسيرة تحت الأمطار الغزيرة إلى مكاتب صحيفة لابرينسا للاحتجاج على نشرها في الآونة الأخيرة صورة بشعة لضحية جريمة قتل. المظاهرة قادتها النساء يوم الجمعة الذي وافق يوم عيد الحب، ونظمت احتجاجاً على مقتل إنغريد إسكاميا ذات 25 عاماً في مكسيكو سيتي، ونشرت صور مروعة لجثتها المشوهة في الصحف. وأحرق المتظاهرون الذين تجاوز عددهم 200 أغلبهم نساء سيارات تابعة للصحيفة لابرينسا، واشتبكوا لفترة وجيزة مع قوات الأمن التي منعتهم من دخول مقر الصحيفة. كما هتفوا بشعارات منها نطالب بصحافة مسؤولة وكلنا إنغريد والتمييز على أساس الجنس يقتل، وطالبوا بتحقيق العدالة. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي تعرف أيضا بهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تويتر أنها تندد بقتل إسكاميا التي يعتبرها كثيرون الأحدث في موجة جرائم القتل والوحشية للنساء، وطلبت بإجراءات شاملة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وتشير تقديرات إلى مقتل 10 نساء في المتوسط يومياً في المكسيك، كما تظهر بيانات رسمية أن العام الماضي شهد رقماً قياسياً جديداً في حوادث القتل بوجه عام.